بعد جولته التفقدية لمنطقة توشكا، الرئيس السيسي يجري حوارا مع الصحفيين والإعلاميين بشأن القضايا الداخلية والخارجية. شكري يشارك في الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية العربية بالعاصمة الأردنية ويؤكد ثوابت موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية. بعد قرابة شهرين من القتال المتواصل، بوتين يعلن السيطرة على مدينة ماريوبول الأوكرانية. 9 مساء في القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. إذن بتحقيق طفرة زراعية ودعم الأمن الغذائي، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي شارة البدء لموسم حصد القمح بالأراضي الزراعية بتوشكا بجنوب الوادي بمحافظة أسوان. ويعد مشروع توشكا هو الأكبر من نوعه في قطاع الاستصلاح الزراعي في الشرق الأوسط، وأحد المشروعات القومية العملاقة التي نجحت الدولة بتوجيهات رئاسية في إعادة الحياة لها. عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي لقاء موسعا مع مجموعة من الصحفيين والإعلاميين، وذلك بعد جولته التفقدية لمنطقة توشكا. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد حوارا مفتوحا استمع خلاله الرئيس إلى الاستفسارات والشواغل بشأن أهم القضايا الداخلية والخارجية التي تهم الرأي العام في إطار عدة محاور رئيسية، في مقدمتها التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية على مصر وانعكاسات على زيادة الأسعار واستراتيجية الدولة للتعامل مع تلك التداعيات، فضلا عن التحديات الداخلية الأخرى مثل جهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والحفاظ على الهوية الوطنية وكيفية التناول الإعلامي والدرامي في هذا الإطار. كما تطرق الحوار إلى القضية السكانية وأبعادها المختلفة وتأثيرها السلبي على مسيرة التنمية، وكذلك استراتيجية الدولة للإصلاح الاقتصادي، فضلا عن تناول عدد من المشروعات القومية الكبرى، خاصة مبادرة حياة كريمة لتنمية قرى الريف المصري. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدء موسم حصاد القمح بالأراضي الزراعية بتوشكا بجنوب الوادي بمحافظة أسوان. وخلال الاحتفال ببدء موسم حصاد القمح، افتتح الرئيس السيسي عبر الفيديو كونفرنس عددا من مشروعات الصوامع الجديدة في محافظات الشرقية والجيزة والقليوبية والإسماعيلية، وذلك ضمن المشروع القومي للصوامع. وشملت المشروعات التي افتتحها الرئيس السيسي صوامع سعة 90,000 طن بمدينة الصلاحية الجديدة بمحافظة الشرقية، ومجمع صوامع سعة 90,000 طن بمدينة عرب العليقات بمحافظة القليوبية، ومجمع صوامع سعة 60,000 طن بمدينة بني سلامة بمحافظة الجيزة، وصوامع سعة 30,000 طن بمدينة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية. وخلال الاحتفال ببدء موسم حصاد القمح، قام الرئيس السيسي بجولة تفقدية لأراضي مشروع توشكا. واستمع الرئيس السيسي خلال الجولة إلى شرح من أحد القائمين على المشروع عن أنواع المحاصيل المختلفة، كما تفقد الرئيس الصوب الزراعية المختلفة للمشروع ومحاصيل القمح والسمسم ومزارع النخيل وغيرها. هذا وقد توسط الرئيس السيسي صورة تذكارية مع القائمين على موسم حصاد القمح بمشروع توشكا. جاء ذلك خلال جولته التفقدية بمنطقة توشكا بجنوب الوادي بمحافظة أسوان، حيث شهد بدء موسم حصاد القمح في توشكا في إطار جهود الدولة لإنشاء مجتمعات زراعية متكاملة لها مردود وعوائد اقتصادية كبيرة، وتدعم الأمن الغذائي وزيادة الصادرات، وتحقق طفرة زراعية فضلا عن توفير الآلاف من فرص العمل في إطار نهضة تنموية شاملة.
وفي كلمته خلال الاحتفال ببدء موسم حصاد القمح في توشكا، أكد وزير الزراعة السيد القصير أن المساحة المنزرعة من القمح الموسم الحالي بلغت 3,650,000 فدان، ومن المتوقع أن تكون الإنتاجية 10 ملايين طن. وبدوره أضاف وزير التموين علي المصلحي أن مصر لديها مخزون استراتيجي من القمح يكفي حتى نهاية يناير المقبل. ومن جانبه أكد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية اللواء أركان حرب وليد أبو المجد أن مصر خطت خطوة كبيرة نحو العمل على زيادة المساحات المنزرعة بالقمح والاعتماد بشكل متزايد على ما تخرجه الأرض أرض مصر الطيبة من نواتج هذا المحصول الاستراتيجي. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع رئيس جمهورية صربيا ألكسندر فوتشيتش، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي هنأ الرئيس الصربي بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة، مؤكدا أن العلاقات التاريخية ممتدة بين مصر وصربيا خاصة على صعيد حركة عدم الانحياز، وتطلع مصر لتعزيز آليات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين إلى جانب زيادة معدلات التبادل التجاري وتطوير التعاون الاقتصادي. وتناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية إلى جانب التعاون في مجال السياحة، فضلا عن استعراض تطورات عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. من جانبه أكد الرئيس الصربي الحرص على استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين، وتطلع لتطوير وتعزيز علاقات صربيا مع مصر في ظل دورها المحوري بقيادة الرئيس السيسي لإرساء دعائم الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط والقارة الإفريقية، وكذلك جهود مصر الناجحة والمقدرة في إيقاف خطر الهجرة غير الشرعية عبر أراضيها وإلى أوروبا. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لبحث عدد من ملفات تنفيذ المشروعات القومية بوزارتي التعليم العالي والصحة. وتناول الاجتماع مقترحات تشجيع الاستثمارات والشركات من القطاع الخاص في المجال الصحي في إطار السعي للارتقاء بجودة الخدمات الصحية في المستشفيات، وتشجيع القطاع الخاص على زيادة استثماراته في هذا القطاع الحيوي. واستعرض الاجتماع موقف تطوير معهد ناصر في ضوء التوجيهات الرئاسية بالتطوير الشامل للمعهد، وكذلك الجهود المبذولة في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار. وفيما يتعلق بملف التعليم العالي، فتناول الاجتماع منظومة متابعة المشروعات القومية بالوزارة والموقف التنفيذي للجامعات الأهلية التابعة للجامعات الحكومية. بعث رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي برقية تهنئة إلى قداسة البابا تبادروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيدة. وخلال البرقية أكد رئيس مجلس النواب أن عيد القيامة يجسد حقيقة الروابط القوية التي ينصهر فيها عنصر الأمة في سبيكة واحدة تظهر مدى نقاء شعب مصر وحرصه على وحدته وأصالته وتماسكه. وبذات المناسبة بعث رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي برقية تهنئة لقداسة البابا تودروس الثاني، حيث أعرب مدبولي عن تقديم خالص التهاني القلبية لقداسة البابا ولجميع المواطنين الأقباط، مقرونة بأطيب التمنيات بأن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة على قداسته بموفور الصحة والسداد، وعلى مصرنا الحبيبة بالمزيد من التقدم والرقي والازدهار، وأن تزداد أواصر المحبة والسلام بين أبناء الوطن جميعا. كما بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة للبابا تودروس الثاني بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة. كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة لكل من الأنباء إبراهيم إسحاق سدراك بطريرك طائفة الأقباط الكاثوليك والدكتور القاس أندريا زكي رئيس الطائفة الإنجيلية. كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة إلى القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاوني الأمن والصف والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم في مأموريات حفظ السلام.
تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط جرائم غش مستلزمات الإنتاج الزراعي والداجني والجرائم التي تضر بالبيئة، حيث شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملات تفتيشية مكبرة في هذا الإطار، وقد نجحت خلالها في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية التالية. واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكبرة لاستهداف المصانع والمخازن غير المرخصة والمخالفات التي تضر بالبيئة والصحة العامة. في هذا الإطار تمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات من ضبط 9 مصانع بدون ترخيص بالقليوبية لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية والداجنة وتصنيع الحلوى وإنتاج المنظفات المنزلية والمعطرات المغشوشة وإعادة تدوير المخلفات في تصنيع الأكواب والأطباق الورقية، وبلغ إجمالي ما تم ضبطه قرابة 100 طن أعلاف حيوانية وداجنة مغشوشة ومقلدة و47 طن منتجات ورقية مجهولة المصدر. وبالقليوبية أيضاً تمكنت الإدارة من ضبط 3 مصانع بدون ترخيص للأعلاف الحيوانية والمخصبات الزراعية بمضبوطات بلغت أكثر من 343 طن مخصبات زراعية وأعلاف حيوانية مجهولة المصدر، ونحو 31 ألف عبوة أدوية بيطرية منسوب إنتاجها لشركات وهمية. كما تم ضبط مصنع وثلاثة مخازن بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة المواد الكيماوية المستخدمة في مواد الطلاء والمنظفات الصناعية والمطهرات والمعطرات بمضبوطات بلغت 55 طن مواد كيميائية و13 طن منظفات منزلية ونحو 34 ألف قطعة صابون ونحو 9 أطنان مواد خام سائلة و10 ألاف عبوة معطرات جميعها بدون ترخيص ومجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية. وبنطاق مديرية أمن الجيزة تمكنت الإدارة من ضبط 7 مصانع بدون ترخيص يتم خلالها تداول الكيماويات المعالجة لمياه الصرف الصناعي والتربة الزراعية وتعبئة المواد الكيماوية المستخدمة في تصنيع مواد الطلاء وكذا إنتاج وتعبئة المنظفات والمطهرات المنزلية، وتم ضبط 748 طن كيماويات مغشوشة ومقلدة و19 طن مطهرات منزلية منسوب إنتاجها لشركات وهمية و49 طن منتجات بلاستيكية ومستلزمات طبية ومنزلية مقلدة. كما نجحت الإدارة وبنطاق محافظة الشرقية في ضبط 10 قضايا إتجار في الأسمدة والمخصبات الزراعية والأدوية البيطرية بمضبوطات بلغت نحو 22 طن مخصبات زراعية وأربعة أطنان أعلاف جميعها بدون ترخيص ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية، وضبط مصنعين بدون ترخيص للكيماويات والمنظفات والمطهرات والأحبار بمضبوطات بلغت 33 طن ونصف مواد كيماوية لمنظفات ومطهرات وأحبار مجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية، وضبط مصنعين بدون ترخيص لتعبئة وتداول الأعشاب الطبية وتعبئة الأغذية بمضبوطات بلغت 11 طن ونصف مواد غذائية وأعشاب طبيعية مجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، وقد تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 432 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 103 أطنان مواد غذائية وغير غذائية. ففي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط قرابة 48 طن سلع غذائية، وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 33 طنًا، وفي مجال حجب مواد البناء تم ضبط أكثر من 7 أطنان أسمنت، وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 15 طن سلع غذائية وغير غذائية، وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 609 قضايا من بينها 120 قضية خبز ناقص الوزن و99 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. أكد وزير الخارجية سامح شكري على ثوابت موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية، وتأكيد شكري جاء خلال مشاركته بالعاصمة الأردنية عمان في أعمال الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمجابهة
لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة. استقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وزير الخارجية سامح شكري الذي يجري زيارة حاليا إلى العاصمة عمان. وقالت وزارة الخارجية إن اللقاء تم بحضور أعضاء اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية بالقدس. أصدرت اللجنة الوزارية العربية خلال اجتماعها الطارئ بالعاصمة الأردنية عمان بيانا يدين الموقف الإسرائيلي في القدس ويطالب بإنهاء الاعتداءات. وخلال مؤتمر صحفي مشترك لأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ووزيري خارجية الأردن أيمن الصفدي وفلسطين رياض المالكي، أكد أبو الغيط أن اللجنة الوزارية العربية بشأن الوضع في الأقصى تبنت بيانا شاملا يتكون من 16 نقطة ويعالج الموقف العربي والإسلامي في جميع عناصره بالنسبة للمسجد الأقصى والقدس والقضية الفلسطينية. أن الأمانة العامة سوف تقوم بتوزيع هذا البيان وإعطاء هذا الاجتماع أكبر قدر من الزخم الدولي أمام الأمم المتحدة وفي الإطار الدولي بصفة عامة، وسوف نحيط العضوية الكاملة للجامعة العربية، لأن هذه اللجنة مشكلة من مجموعة صغيرة من الدول العربية، ولكن هناك بقية العضوية الكاملة للأمانة العامة وسوف الجامعة العربية، وسوف نوزع عليهم ليس فقط البيان ولكن أيضا محضر الاجتماع بكامله. وخلال المؤتمر الصحفي قال وزير الخارجية الأردني أنه لا يمكن القبول بأي اعتداء على المقدسات في القدس الشرقية المحتلة أو تغيير هويتها، ودعا الصفدي إلى وقف التصعيد واحترام الوضع القانوني والتاريخي، لافتا إلى استحالة استمرار الأوضاع دون حل نهائي. هنالك غياب أفق حقيقي لأي تقدم باتجاه تحقيق السلام العادل والشامل الذي نعمل جميعا من أجله، والذي قلنا دوما أن شرطه هو إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 على أساس القانون الدولي ومبادرة السلام العربية والمرجعيات المعتمدة، من أجل أن ننهي هذا الصراع ونتقدم إلى أمام. غياب هذه الأفاق السياسية خطير جدا، تبعاته كارثية. القدس كما قلت فوق السياسة. من جانبه أكد وزير الخارجية الفلسطيني أن إسرائيل تنتهك حق الفلسطينيين في العبادة والوضع التاريخي في المسجد الأقصى المبارك. وشدد المالكي على ضرورة تثبيت الوضع القانوني والتاريخي القائم في الحرم القدسي الشريف. يجب أن نؤكد على أهمية الوصاية الهاشمية التي استطاعت أن توفر الحماية للمسجد خلال السنوات الماضية، والمطلوب الآن هو كيفية تعزيز هذه الوصاية حتى تتمكن من الوفاء بمسؤولياتها خلال لهذا المسجد. نحن في الأيام العادية ننسق فيما بيننا، فكيف الحال في الأيام الأزمة كما هو الحال الآن؟ هناك تنسيق مكثف على كل المستويات. أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان أن الخروج من الأوضاع السياسية الراهنة التي تمر بها البلاد يتطلب وحدة الصف الوطني والاتفاق على حوار شامل بين السودانيين للتوصل إلى اتفاق يخرج البلاد من أزماتها. وخلال لقائه وفدا من رؤساء الأحزاب، بحث رئيس مجلس السيادة المحور والرؤى التي حملتها المبادرة الوطنية لحل الأزمة السودانية، معربا عن أمله في أن تسهم المبادرة في تعزيز وحدة السودانيين بما يدفع بأجندة الحوار الوطني للخروج من الوضع الراهن الذي تمر به البلاد. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزير دفاعه سيرجي شويغو على نجاح العملية في مدينة ماريوبول الأوكرانية.
وجاء ذلك في أعقاب قيام وزير الدفاع الروسي بإبلاغ بوتين بأحكام السيطرة على مدينة ماريوبول، مشيرا إلى أنه ما زال هناك مقاتلون أوكرانيون في مصنع أوزوفاستال بالمدينة. وشدد بوتين على عدم التعرض والتعامل باحترام مع القوات الأوكرانية التي تغادر مصنع أوزوفاستال، مضيفا أنه ليس هناك حاجة لاقتحام المنطقة الصناعية في ماريوبول، حيث أمر بإلغاء خطط اقتحام المنشآت. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة ستقدم 800 مليون دولار كحزمة جديدة من المساعدات إلى أوكرانيا. وخلال كلمة له أكد بايدن أن الحزمة الجديدة التي تتضمن مدفعية ثقيلة وطائرات مسيرة وذخائر ستضمن تدفقا مستمرا للأسلحة في أوكرانيا للأسابيع القليلة المقبلة، مشيرا إلى تقديم حوالي 500 مليون دولار مساعدات اقتصادية مباشرة لحكومة أوكرانيا. قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي إن بلاده تحتاج إلى 7 مليارات دولار شهريا لتعويض الخسائر. وأكد الرئيس الأوكراني أن وقف القتال هو السبيل الوحيد لإنهاء أزمة الغذاء، وأوضح أن حصار روسيا لموانئ البحر الأسود تسبب في منع صادرات الغذاء إلى العالم، مطالبا المجتمع الدولي بإقصاء روسيا من المؤسسات المالية. هذا وقد طالبت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فريتشاك روسيا بالسماح على وجه السرعة بإجلاء المدنيين والجنود المصابين من مصنع أوزوفاستال للصلب المحاصر في ماريوبول عبر ممر إنساني. وأضافت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني أن هناك نحو 2000 مدني و500 جندي مصاب بالمصنع. في المقابل قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن القوات الروسية تواصل هجومها في شرقي أوكرانيا بهدف فرض سيطرة كاملة على منطقتي دونتستاك ولوهانسك. وقال المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أولكسندر شابتون إن الجيش الروسي وصل أيضا شن ضربات صاروخية وقنابل على البنية التحتية العسكرية والمدنية في جميع أنحاء أوكرانيا. شهدت قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة بني سويف إطلاق فعاليات الحملة التوعوية ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية لم الشمل. وتهدف المبادرة للنهوض والارتقاء بالأسرة المصرية ككل وتمكينها اقتصاديا وتحسين المحاور الاجتماعية والتعليمية والصحية لها وتقديم كل أوجه دعمها. ان احنا ننظر الى الاسره كامن قومي، بنستهدف ان احنا نربي امهات ونربي اباء يقدروا ان هم يطلعوا لنا نشء يفيد الدوله المصريه، وبناء عليه اطلقنا عدد من المبادرات خلال الفتره الماضيه زي الاسره المصريه امن قومي والمبادره اللي احنا موجودين فيها النهارده واللي بيشارك فيها الازهر بشكل قوي علشان يقوم بالدور التوعوي الهام ولما له من تاثير كبير في تكوين الشخصيه المصريه، إضافة طبعا إلى المجلس القومي للمرأة واللي بيكون عنده القدرة على توصيل الرسائل بشكل أفضل كتير من نقدر نقول ندوات كتيرة ممكن ما يكونش لها تأثير. الوصول للمرأة المصرية اللي هي الركيزة الأساسية لتأسيس الأسرة. نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية في قرية أبو سعادة الكبرى التابعة لمركز فرسكور بدمياط. ويأتي ذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين، وتضمنت القافلة عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، كما تم تلقيح كبار السن بلقاح فيروس كورونا بسهولة ويسر. القافلة النهاردة بتقدم 12 عيادة تخصصية إلى جانب عيادة تنظيم الأسرة، عندنا الأشعة العادية والأشعة بالسونار، عندنا المعمل اللي فيه أكتر من 40 تحليل، بنوفر الفحوصات دي كلها للطبيب عشان يقدر يوصل للقرار السليم تجاه المريض. إخطاء الأماكن المحرومة
من الخدمات الطبية والأماكن البعيدة والأماكن الأكثر فقراً الأكثر احتياجاً للخدمة الصحية. ده بتتمثل في القرية اللي احنا فيها النهاردة ديت، قرية أبو سعادة الكبرى. القرية دي داخلة تطوير كلي شامل ضمن مشروع رئاسي حياة كريمة لتطوير القرى. الكفيلة الطبية أعطت لنا العلاج اللازم وكشفت علينا بالكشف الضيق وأعطوا لنا العلاج على نفس الدولة بدون فلوس ومجاني، ونشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، قال إن قناة السويس تعكف على تطبيق استراتيجية متكاملة للتطوير تستهدف تطوير المجرى الملاحي للقناة. جاء ذلك خلال استقباله السفير الدنماركي بالقاهرة، حيث أعرب عن اعتزازه بعلاقات التعاون والشراكة التي تجمع الهيئة بالشركات الدنماركية العاملة في مجال النقل البحري. وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس تعتزم منح حوافز للسفن الصديقة للبيئة العابرة للقناة وتحويل الوحدات البحرية التابعة لها للعمل بالطاقة النظيفة، بما يتماشى مع جهود مصر لمواجهة تحديات تغير المناخ بتبني مبادرات وممارسات صادقة للبيئة. أكدت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط أن اللقاءات المتتالية مع شركاء التنمية والتواصل المستمر بين الفرق الفنية نتج عنها العديد من أطر الشراكة والتعاون في ظل رئاسة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27. جاء ذلك خلال لقائها مع وزيرة البيئة ياسمين فؤاد لمناقشة آليات التعاون مع شركاء التنمية في تمويل المناخ. وبدورها أكدت وزيرة البيئة أن هذا الاجتماع يتناول مناقشة سبل الاستفادة من التعاون مع شركاء التنمية في دعم جهود مصر في تمويل المناخ والتحول للقطاع البنكي الأخضر ومساهمتها في فعاليات مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27. ثبتت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيفها للاقتصاد المصري عند بي بلس مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأعلنت المؤسسة الدولية التصنيف للاقتصاد المصري بدعم سجلها في الإصلاحات المالية والاقتصادية. كان صندوق النقد الدولي قد توقع في تقرير أفاق الاقتصاد العالمي ارتفاع نمو الاقتصاد المصري إلى 5.9% بزيادة نسبتها 4% خلال العام الحالي. وصرحت مديرة الصندوق كريستاليانا جورجيفا بأن الحكومة المصرية تأخذ على عاتقها بشكل جاد الاستمرار في تنفيذ إصلاحات اقتصادية ملموسة وكذلك تحقيق الاستقرار المالي، مشيرة إلى أن الصندوق لديه تجربة ناجحة للغاية مع الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. في محافظة سوهاج بدأ التشغيل التجريبي لسوق الجملة العملاق لبيع الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة الذي يخدم كل مراكز محافظة سوهاج، بالإضافة إلى مدينة سوهاج الجديدة، بما يسهم في تنمية المدينة وزيادة الإسكان بها بخلاف توفير المنتجات المختلفة والسلع للسكان. ويقام السوق الجديد على مساحة 32.2 فدان إلى جانب 11 فدانا تم ضمهم للسوق كتوسعة مستقبلية لتصبح إجمالي المساحة 43.2 فدان. كل حاجة موجودة هنا، برتقال بسرة، في خوخ وفي تفاح، وكل حاجة موجودة بأقل الأسعار من برا يعني، فإن شاء الله فتحة خير للجميع. وكل حاجة موجودة هنا في السوق، وهنا تدي فرصة للبياع إن هو برا يبيع بأقل الأسعار. الثاني على مستوى الجمهورية، وفرصة كويسة بصراحة. المعلمين سواج كلهم، البياعين قبل المعلمين أصحاب الشوادر. هيخدم محافظة سوهاج ومحافظة قنا ومحافظة أسيوط، شادر كبير، سوق كبير، بيخدم البلاد، بيخدم التجار، يعني حاجة كويسة بالنسبة لمدينة سوهاج جديدة، حاجة مشرفة. السلع موجودة، جميع أنواع السلع موجودة، الخضروات والفاكهة، طماطم، بطاطس، باذنجان، عروس أبيض أسود، كل حاجة موجودة، جميع أنواع الفاكهة موجودة والمستوردات موجودة. احنا مبسوطين إن هو اتفتح، احنا من ضمن السكان المدينة وحاجة سعيدة قوية والله، حاجة فرحتنا وفرحت الناس كلها.
أطلق الجهاز القومي للتنسيق الحضري مشروع لحظات ضمن مبادرة ذاكرة المدينة احتفالا باليوم العالمي للتراث، ويأتي هذا في إطار الاحتفال بالقاهرة عاصمة الثقافة في دول العالم الإسلامي. احتفاء بإعلان منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة الإسيسكو القاهرة كعاصمة للثقافة في دول العالم الإسلامي، احتفل الجهاز القومي للتنسيق الحضاري باليوم العالمي للتراث بإطلاق مشروع لحظات ضمن مبادرة ذاكرة المدينة، وذلك تحت رعاية وزارة الثقافة. الحدث ده مهم جدا، مش بس عشان بنحتفل من خلاله بيوم التراث العالمي ويكون القاهرة التاريخية هي أحد أهم مواقع التراث العالمي اللي سجلت على قائمة التراث العالمي، ولكن كمان عشان نبرز تجارب موجودة على أرض الواقع. أنا فخور جدا أن أنا أمثل صناعة مصرية النهاردة، أن إحنا بنقول المدين إيدينا وعايزين كلنا نتعامل في جهة واحدة، نتعاون مع بعض ويبقى في اتصال أقوى وأقوى، اللي إحنا يبقى لينا هوية. وخلال الاحتفالية تم تكريم عدد من الرموز الثقافية والفكرية لجهودهم في الحفاظ على التراث المعماري والعمراني، كما أقيمت حلقة نقاشية عن مشروع لحظات التراثي تناول أبرز ملامح هذا المشروع والهدف الذي يصبو إليه. إحنا عايزين بس إن إحنا نحكي حكاية الناس اللي عايشوا زمان، عايشوا إزاي، حياتهم كانت إيه، عملوا إيه، عشان خاطر نقدر إن إحنا نتعلم منهم ونقدر إن إحنا نرجع نحب تراثنا تاني ونحب تاريخنا ونعتز به زي زمان. اليوم العالمي للتراث قررته منظمة اليونسكو يوم 18 أبريل من كل عام بهدف زيادة الوعي لدى الجمهور بأهمية التراث الثقافي العالمي باعتباره أحد مقومات حضارة الدول والشعوب. أحمد الحسيني، التلفزيون المصري. افتتحت العروض الفنية ليالي الجبخانة في عزبة خير الله لاستعادة رونق المكان الأثري وتسليط الضوء عليه ليكون عامل جذب واستقطاب للمهتمين بالتراث من الخارج وأيضا من سكان المنطقة. تأتي هذه العروض الفنية في إطار تدشين مشروع تطوير منطقة الجبخانة وتمكين أهالي عزبة خير الله. عروض فنية متنوعة قدمها الموهوبون من منطقة الجبخانة بعزبة خير الله في مصر القديمة، إحدى أقدم المناطق التي تسعى الدولة لتطويرها واستعادة رونقها لتكون عامل جذب واستقطاب للمهتمين بالتراث من خلال عروض ليالي الجبخانة التي ستستمر لمدة 10 أيام برعاية وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك في إطار عام المجتمع المدني الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي. بنشوف المنطقة بتقوم بولادها وأطفالها، مش بس بيجملوا المنطقة من ناحية المعمار لأنها منطقة تاريخية بقالها يعني أكتر من مئات السنين كانت مستخدمة زمان عشان يخزنوا فيها ذخيرة وسلاح، وجالها ناس من أنحاء الجمهورية كلها. المنطقة تاريخية من أيام محمد علي. الحقيقة يعني معالي وزير السياحة أولا أنا بشكره على مساهمته في تطوير المنطقة، الإدارة المحلية ومحافظ القاهرة إن هم يفتحوا المنطقة ويوصلوها بالطريق الدائري ويحطوا لها خدمات أكتر كل يعني فترة أكتر من اللي قبلها. بس شكر الحقيقي حقيقي اللي بيوصل لكل فرد في عزبة خير الله، هم أهالي عزبة خير الله نفسها، هم مجتمع بيتميز بالترابط الاجتماعي مع بعضه بأن هو حريص جدا على تطوير منطقته، بيغير عليها بيحبها. ليالي الجبخانة عنوان يحمل في طياته الكثير من المعاني التي تؤكد قدرة الدولة على تغيير مفهوم المناطق العشوائية وتحويلها لمناطق سكنية بها كل الخدمات، فضلا عن تسليط الضوء على مواهب هذه المنطقة وتكريمهم خلال الحفل بعد فوزهم بمسابقة تجميل المباني المحيطة بمنطقة الجبخانة. بتجدد البيوت وبتجدد الجبخانة وبتدي أمل للولاد وبتشغلهم، وبعدين بتخلق للولاد فرص عمل كتيرة إن هم ينتجوا ويطلعوا إنتاج ويشتغلوا بدل ما يتبهدلوا في الشوارع، وبتخلق فرص عمل للناس كلها. رسمت رسمة عن الفولكلور الشعبي، رسمت فيها بتاع الأسوس والعروسة بتاعت الشعبية، رسمت فيها نخل. دي حاجة جميلة والناس كلها مبسوطة من المشروع واهتمام الدولة بينا وبصوا لنا.
احنا ما كانش حد بيبص لنا ولا حد بيجينا في المنطقه خالص. اجواء مبهجه اظهرت سعاده اهالي عزبه خير الله بهذه الليله وباهتمام الدوله بهم من خلال خطه لتطوير منطقه الجبخانه التي انشاها محمد علي باشا بمصر القديمه لتكون مخزنا للسلاح، خطه تهدف لانقاذ المنطقه من الاهمال ووضعها على طريق السياحه الاثريه التي تتبناها الدوله بتطوير كل الاماكن التراثيه والتاريخيه القديمه. محمود جميل، التلفزيون المصري. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس مائل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ومائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وهذه درجة الحرارة المتوقعة غدا على بعض المدن والمحافظات وعدد من العواصم العربية وأيضا العالمية. ختام نشرة التاسعة، وهذه تذكرة بأهم العناوين. بعد جولته التفقدية لمنطقة توشكا، الرئيس السيسي يجري حوارا مع الصحفيين والإعلاميين بشأن القضايا الداخلية والخارجية. شكري يشارك في الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية العربية بالعاصمة الأردنية ويؤكد ثوابت موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية. بعد قرابة شهرين من القتال المتواصل، بوتين يعلن السيطرة على مدينة ماريوبول الأوكرانية. انتهت نشرة التاسعة، ولكن التاسعة مستمرة مع حضراتكم ومع شفكي المنيري. سعد مساكي شفكي. مساء الخير. مساء الخير أميرة، ومساء الخير يا دينا. وطبعا اليوم يعني النساء يسيطرون على الاستوديو. مساء الخير عليكم، بتمنى لكم التوفيق دايما ولكل صناع نشرة التاسعة، اهلا بكم دايما. شكرا لك شفتي، وهننتقل
معاكي لتا الساعة وهنعتذر يعني هننتقل على طول إلى الخارج. شكرا. أكيد أهلا وسهلا بكم دائما مشاهدينا الكرام. أهلا وسهلا بكم مرة تانية ونبدأ معكم فقرات التاسعة. تفضلوا.